قصه نجاح امراه تدعى حليمه، وهي من ريف الديوانيه، استطاعت بجهودها الذاتيه الفرديه ان تقوم بزراعه مساحات واسعه من الاراضي، متحديه بذلك العادات والتقاليد، وخاصه في موقع تواجدها بالمناطق الريفيه. المزيد مع زيد علي والتفاصيل. امراه فلاحه استطاعت من خلال عملها في الزراعه أن تحقق طموحاً وهدفاً عكست من خلاله قدرة المرأة على تطوير واقع الحياة، وخاصة العاملات في الزراعة التي يقيدن بقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والريفية. دائماً يحكون عن المرأة، يقولون المرأة ما لها يعني دور، الدور كله للرجال. مع ذلك أكو دكتورة وأكو مهندسة وأكو، فأني امرأة فلاحة، وكفلاحة ردت أطور محافظتي بالزراعة. ومع ما إحنا بمنطقة عشائرية، بس الحمد لله والشكر إحنا عشائرنا كلها الحمد لله مثقفة. أنا بدوري أزرع وراح أحقق شيء اللي أخلي المرأة الفلاحة، لأن أكثر شيء مركزين على المرأة الفلاحة، ما تطلع لأنها بمجتمع عشائري أو شيء. طموح المرأة أكثر من الرجل يكون. المرأة دائماً بيت، زوج، أطفال، يعني ذني كلهن، وأضافة لها وظيفة. حليمة التي أشغلت نفسها في زراعة أرضها استطاعت أن تجرب عدة أفكار لطريق الزرع ورش الأسمدة، معتمدة على نفسها بالعمل مع بعض الدعم المعنوي من عائلتها. أنا زرعت البيت أول سنة طماطة وكان بالأسمدة، ثاني سنة طورت زراعتي خليتها بدون أسمدة، لأن عرفت بعدين الأسمدة الكيماوية تأثر على الإنسان هواي، فحاولت أصنع بالأسمدة العضوية. سويت تجربة، نقلت البراعم، سويت من البيت نفسه نقلتها بهاي الأرض، سويتها يعني سواقي، فصار صيفي شتوي. وثالث سنة سويت أسمدة من الأسمدة العضوية، استخرجت أسمدة رش. أخوتي بالدرجة الأولى طبعاً يدعموني معنوي، مادي، إلى أحتاج مادي، أما بالعمل يعني قليل قليل، يعني هم أخوتي مثل يجوني هاي، لأن وحدة أنا أشتغل دائماً وحدي. واستطاعت من خلال ما قامت به من أعمال يعجز على قيامها الكثير من الرجال أن تعطي درساً واضحاً للدور الذي لعبته هي والكثير من أقرانها في حياة لا تكتمل إلا بوجود المرأة.